تعالوا كده نشوف معاكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة. القاهرة 18-10، بنكمل معاكم طبعا استعراض المحافظات والمدن الأخرى، مع العلم أنه طبعا في معظم المحافظات فيها فرص لسقوط أمطار خاصة في هذه الفترة، وكنا اتكلمنا مع حضراتكم أيضا على التقلبات في محافظة الإسكندرية. معظم حتى يعني بيظهر معانا كده المدن الساحلية فيها تدني في درجات الحرارة، وفيها طبعا نشاط ملحوظ للرياح. هو صحيح الناس اللي عايشين على البحر بيحسوا انه البحر بيمتص هذا الاحساس بالنشاط الخاص بالرياح او الرطوبه العاليه في هذا التوقيت، الا انه الامر لا يخلو من البرد او الصقيع الجامد، خاصه مع فرص بقى سقوط الامطار الموضوع بيشد شويه واحساسنا بالبرد بيزيد حبتين، خاصه الناس برضو اللي في المدن الساحليه. انا شايفه برضو درجات الحراره في شرم الشيخ والغردقه بتتراوح من 21 20 درجه الحراره العظمى والصغرى ما بين 12 و11، من الحاجات برضو الجميله في الوقت ده المشاتي ما فيش شك طبعا. الاقصر 19 8، الوادي الجديد حتى كنا بنرصد معاكم الايام اللي فاتت كانت من اعلى الدرجات، النهارده مسجله 18 8، اسوان 20 9، من الاماكن طبعا اللي فيها اشعه الشمس قويه جدا، ولكن شوفوا حتى النهارده مسجله ادنى من الدرجات اللي هي كانت معتاده بالنسبه لها 20 9، وده الطبيعي طبعا في ظل التقلبات الجويه. ده اخر سلايد معانا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام.